توج سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة فريق سلاح الجو الملكي البحريني بطلا للنسخة الرابعة لبطولة المدفعية الملكية الرمضانية للضباط لكرة القدم والمقامة تحت رعاية سموه والتي أقيمت على ملعب المدفعية الملكية، وذلك بحضور لواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وسعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم والعميد الركن الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة مساعد قائد المدفعية الملكية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وتضمنت الفعالية أيضا مباراة استعراضية بين نجوم منتخب البحرين القدامى لكرة القدم بين شوطي المباراة، وقد جاء تتويج سموه لفريق سلاح الجو الملكي البحريني بعد فوزه بنتيجة 2-1 على فريق سلاح البحرية الملكي البحريني في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين، حيث تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بعد انتهاء المباراة بتتويج فريق سلاح الجو الملكي البحريني بالمركز الأول وفريق سلاح البحرية الملكي بالمركز الثاني، وتفضل سموه أيضا بتكريم نجوم منتخب البحرين القدامى لكرة القدم وتكريم أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة وأفضل حارس، كما قدم مساعد قائد المدفعية الملكية لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة. وفي الختام أشاد سموه بمستوى التنظيم العالي لهذه البطولة وما شهدته من منافسات قوية بين الفرق المشاركة، مثنيا سموه على جهود قوة دفاع البحرين ودعمها لمثل هذه الأنشطة الرياضية وبجهود المدفعية الملكية على إقامة هذه البطولة للعام الرابع على التوالي. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمشاركة نجوم منتخب البحرين القدامى لكرة القدم في هذه البطولة ولجميع الوحدات المشاركة واللاعبين، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح.